لكل اللي طلبوا حلقة عن السودان. ما كانش ينفع نعمل حلقة ننشر فيها مجرد أخبار، كان لازم نشرح لك اللي بيحصل ومين اللي وراه. ولأن ما ينفعش يتقال وحضراتكم مصرين تفهموا اللي بيحصل، فخلينا نحاول نشرح بدون ما نقول أسماء دول. أولاً، إيه اللي خلى القوات السودانية يدوروا الضرب في بعض؟ وإيه علاقة مصر بالموضوع؟ وليه حمدتي أو قوات الدعم السريع احتجزت الجنود المصريين؟ وليه مطلت في تسليمهم لمصر؟ ومين الدول اللي حوالينا عمالة تنفخ في النار وعايز السودان تولع أكتر ما هي ولعة؟ والسؤال الأهم من كل اللي فات، هي مصر فعلاً هتدخل الحرب؟ أقولك الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة، تعال بقى نجاوب. بس خلي بالك إن في معلومات هقولك على نصها والنص التاني مش هعرف أقوله، شطارتك أنت بقى إنك تفهمه لوحدك. باختصار كده، السودان بيحكمها رجلين، البرهان وده بيعتبر رئيس البلد وتحت إيده الجيش السوداني، والرجل التاني اسمه حمدتي اللي هو النائب بتاع البرهان وتحت إيده قوات الدعم السريع. الموضوع واضح لحد كده؟ تمام. اللي حصل بقى ان حمدتي قرر فجأة انه ينقلب على البرهان علشان يحكم السودان لوحده. وهنا السؤال، هو الموضوع حصل فجأة فعلا ولا كان متخطط له من بدري وفي دول تانية بتدعمه؟ اقول لك الله ينور عليك، ده السؤال المهم. اهم الدول اللي بتدعم حمدتي هما 3 دول، روسيا واثيوبيا ودولة تالتة. روسيا بتدعمه علشان بيهرب لها جزء كبير من ذهب السودان، ده غير انه وعد روسيا بانشاء قاعدة بحرية عسكرية على شواطئ البحر الاحمر، وده بالمناسبة اللي مصر اعتبرته تهديد لامنها القومي ورفضته، زي ما شرحت لحضراتكم بالتفصيل في حالات احتلال السودان. وبالمناسبة الحلقة دي قدمناها لحضراتكم من شهر كامل، قبل اللي بيحصل ده بشهر كامل حاولنا نلفت انتباهكم للي بيحصل في السودان دلوقتي، لكن للأسف قليلين بس اللي خدوا بالهم. طيب، ده اللي بتستفيده روسيا من سيطرة حمدتي على السودان. اثيوبيا بقى هتستفيد ايه؟ اثيوبيا محتاجه من السودان حاجتين، اولهم دعمها في ملف سد النهضه، وده بيرفضه البرهان اللي هو رئيس مجلس السياده السوداني، لكن بيوافق عليه حمدتي اللي هو قائد قوات الدعم السريع. تاني حاجه محتاجاها اثيوبيا من السودان هي التنازل عن اراضي زراعيه في منطقه اسمها الشفقه. المنطقه دي فيها اكتر من 2.5 مليون فدان من احسن الاراضي الزراعيه اللي ممكن تزرعها في حياتك. اثيوبيا كانت واخدها بالقوه وبتنزل ميليشيات مسلحه تحمي المزارعين بتوعها هناك خلال موسم الامطار اللي بيزرعوا فيه، لحد ما جه الجيش السوداني بقياده البرهان واستعاد جزء كبير من الاراضي دي. حمدتي بقى هو الوحيد اللي موافق على استمرار الوضع كما هو عليه، وموافق يرجع الاراضي دي لاثيوبيا، وده رغم ان في اتفاقيه دوليه سنه 1902 بتنص ان اراضي الشفقه دي سودانيه 100%، لكن حمدتي ما عندوش مشكله يسلمها لاثيوبيا عادي. طيب، هو هيستفيد ايه من اثيوبيا؟ اولا انها بتدعمه بالسلاح والمقاتلين علشان نفوذه العسكري يزيد ويقدر يحارب الجيش السوداني، وبالتالي يقدر ينقلب على البرهان وينفرد بالسلطه لوحده. ده غير ان اثيوبيا فاتحه اراضيها لقوات الدعم السريع اللي بيقودها حمدتي علشان تنفذ فيها كل تدريباتها العسكريه سواء بالاسلحه الخفيفه او الاسلحه الثقيله. تقدر تقول ان اثيوبيا هي مركز الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع. طيب، حضرتك هنا ممكن تسال سؤال مهم، هي اثيوبيا محتاجه اراضي زراعيه في ايه؟ ده مفيش عندها اكتر من الاراضي والميه، خصوصا ميه الامطار. اقول لك ان اكتر من 60% من اراضي اثيوبيا عباره عن مرتفعات وجبال غير صالحه للزراعه، وبالتالي المزارعين الاثيوبيين مش لاقيين اراضي يزرعوها غير الاراضي السودانيه اللي خدوها بالعافيه والجيش السوداني رجع تاني استردها منهم، الا ان حمدتي عايز يرجعها لاثيوبيا من تاني. طيب، هنا كده ما بقاش فاضل غير الدوله الثالثه. مين هي الدوله دي؟ اقول لك للاسف مش فاكر اسمها، لكن اقدر اقول لك هي ليه عايزه حمدتي ينفرد بحكم السودان. الدوله دي بتاخد جزء كبير من ذهب السودان زيها زي روسيا بالظبط. حضرتك تقول لي هو ذهب السودان ده ملوش كبير، مال سايب كده؟ اقول لك ده لان حمدتي كان ناصح من البدايه، بمجرد ما عمر البشير سمح له يظهر في المشهد العسكري وقت الحرب في دارفور ومكنه هو وقواته من البلد، قام واخد بعضه وراح فرض سيطرته على مناجم الذهب اللي في السودان. انا المناجم دي تخصني، اللي عايز منها حاجه يكلمني انا. وفعلا الدوله الثالثه دي بدات تتعاون معاه. الاهم من الذهب بالنسبه للدوله دي هو ميناء بورت السودان، خصوصا بعد ما مصر بدات خلال الكام سنه اللي فاتوا تطور موانيها على البحر الاحمر، وتطوير مصر لموانيها على البحر الاحمر بيهدد حركة التجارة في موانئ الدولة دي. الدولة دي جزء كبير من اقتصادها بيعتمد على حركة التجارة في الموانئ البحرية، فاللي بتعمله مصر بتطوير موانيها بيهدد حركة التجارة عندها، خصوصا وان موقع مصر الجغرافي احسن من موقعها الجغرافي 1000 مرة، وبالتالي كل السفن هتتعامل مع الموانئ المصرية بعد ما كانت بتتعامل مع موانئ الدولة دي. فكان الحل انها تسيطر على موانئ جديدة في البحر الاحمر بحيث تمتلك هي كمان نفس الموقع الاستراتيجي اللي بتمتلكه مصر. ففجأة وبقدرة قادر تحصل مشاكل في شرق السودان، وتحديدا عند ميناء بورت السودان، مشاكل كتير والاسباب اكتر، زي مثلا اشتباكات بين المواطنين او قطع الطرق
او خروج شويه مواطنين في مظاهرات بتطالب بتطوير شرق السودان وانقاذه من الاهمال اللي هو اي حاجه بقى. وكانت نتيجه اللي بيحصل ده ان مجموعه المواطنين دول قفلوا المينا فوقفت حركه الاستيراد، لا دقيق بيدخل ولا ادويه بتدخل ولا بضائع بتدخل، فزادت اسعار البضائع وتضاعف ثمن رغيف العيش واختفت الادويه من الصيدليات والمستشفيات. وهنا مين اللي هينقذ الموقف؟ قوات الدعم السريع بتاعت حمتي، وفعلا اتحركت وامنت كل اللي بيحصل عند ميناء بورت السودان، لكن في نفس الوقت اتمركزت حوالين المينا وسيطرت عليه، علشان يتضح بعد كده ان كل اللي حصل ده كان مبرر لسيطره قوات حمتي على المينا، وبالتالي يسهل بعد كده تسليم ادارته للدوله الثالثه اللي مش فاكرين اسمها. طيب هل في دول تانية مستفيده من اللي بيحصل في السودان النهارده؟ اقول لك طبعا، اهمهم امريكا. تقول لي ليه؟ اقول لك لسببين. الاول هو ان دوله زي السودان لما تتحرق، لا قدر الله طبعا، ربنا يحفظ اهلها، لكن لما تتحرق بالحرب الاهليه هيعاد تشكيلها من جديد، وبدل ما كان ذهب السودان هو الحنفيه اللي بتصرف على روسيا وغيرها من الدول، فالحنفيه دي هتتقفل او على الاقل هتتفتح في حته تانية. اما السبب الثاني فهو ان الحرب الاهليه في السودان معناها ان البلد كلها بقت عباره عن بؤره لتصدير الارهاب. الحرب الاهليه في السودان معناها ان جنوب مصر اصبح بؤره لتصدير الارهاب، واول بلد هتتحرق بنار الارهاب هي مين؟ هي مصر. طيب امريكا هتستفيد ايه من كده؟ اقول لك ان مصر شدت حيلها على امريكا الفتره اللي فاتت، وخصوصا في حرب اوكرانيا. حضرتك تقول لي بس مصر التزمت الحياد في حرب روسيا واوكرانيا، اقول لك انت صح، لكن في نفس الوقت حاولت تدور على مصالحها على حساب امريكا، زي مثلا انها تحددت العقوبات الامريكيه المفروضه على روسيا وراحت اعتمدت الروبل الروسي عندنا في نفس الوقت اللي اعتمدت فيه روسيا الجنيه المصري عندها. ده غير الاخبار اللي انتشرت من فتره حتى وان كان محدش عارف يثبتها بان مواني مصر على البحر المتوسط كانت معبر للنفط الروسي المفروض عليه عقوبات من امريكا، علشان يعني روسيا تقدر تبيعه بعيدا عن العقوبات الامريكيه. ده غير التسريبات الاخيره اللي اتهمت مصر بانها بتصدر سلاح وذخيره للجيش الروسي علشان تساعده في حربها ضد اوكرانيا، ورغم ان الاخبار دي محدش عارف يثبتها الا ان انا بكلمك عن طبيعه العلاقات بين مصر وامريكا دلوقتي، هي العلاقات شكلها كده في اسوأ حالاتها. وبعيدا عن الاخبار اللي محدش يعرف يثبتها، تعال نتكلم عن الاخبار المؤكده. الخبر الاكيد ان مصر في طريقها للانضمام لمجموعه بريكس، ودي مجموعه بتترأسها روسيا والصين والهند، والهدف منها هو التعامل التجاري بعملات بديله للدولار، يعني تستورد وتصدر بعملات بديله وتقعد الدولار على جنب، وده في عرف السياسه اسمه اضرار بالمصالح الامريكيه، اضرار بالاقتصاد الامريكي، اضرار بالامن القومي الامريكي. فطبيعي ان امريكا هي كمان ترد عليك وتحاول الاضرار بامنك القومي علشان تجبرك انك تلف لفتك وترجع تترمي في حضنها من جديد. وبالتالي حضرتك هنا بتدرك ان حتى امريكا مستفيده من اللي بيحصل في السودان لمجرد انه بيهدد مصالح مصر. خد بالك امريكا هتحاول تنهي الحرب باي طريقه، لان في النهايه مفيش حرب بتستمر للابد، لكن مش هتعمل كده غير بعد ما تحجز لنفسها مكان على ترابيزه المفاوضات. وبالمناسبه الفتره الجايه ممكن سيناريو السودان يتكرر في مناطق مختلفه من العالم، وبرضه برعايه امريكيه، والهدف من كده حاجتين. الاولى هي محاوله التصدي لضرب الدولار بسياسه الارض المحروقه، انتوا مش بتحرقوا الدولار؟ طيب انا هحرق لكم الدنيا كلها. والثانيه هي استعاده امريكا لدورها في الشرق الاوسط، مش السعوديه وايران جريوا على الصين علشان تتوسط بينهم وتحل مشاكلهم؟ طيب ادي حرب جديده في الشرق الاوسط وانا اللي هدورها واللي له حق يسالنا عليه. وفعلا اكتر دوله اتكلمت عن الحرب في السودان هي امريكا، هي اللي متصدره المشهد دلوقتي، لكنها وبدون مبرر لما حاولت تحل مشكله السودان اللي هي على حدود مصر راحت اتصلت بالامارات والسعوديه وما اتصلتش بمصر، اللي هو حضرتك انا مصر هنا جنب السودان، انا الموضوع يخصني اكتر من اي حد، لكن برضو سابت مصر وراحت اتصلت بالامارات والسعوديه. وهنا بنيجي للسؤال المحرج، هما ازاي جنودنا استسلموا لقوات الدعم السريع في السودان بدون اي مقاومه؟ اقول لك السؤال مش محرج ولا حاجه، وخليني انا اسالك، يقاوموا ليه اصلا؟ هو احنا في معركه مع حد علشان نقاوم او نشتبك؟ لا الحرب حربنا ولا لينا في الخناقه من اصل. تخيل معايا كده لو كان جنودنا اشتبكوا مع قوات الدعم السريع او اي قوات تانية في السودان، كانت هتبقى ايه النتيجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبدون تفكير ان كلهم هيموتوا. ليه؟ لان عددهم قليل، تسليحهم خفيف، ده اذا كان معاهم سلاح اصلا. هم كانوا في السودان في تدريب مشترك مع الجيش السوداني، يعني مهمه تدريبيه مش مهمه قتاليه، الفرق كبير. وبالتالي مجرد الاشتباك مع الجنود المصريين وقتلهم معناه ان مصر دخلت الحرب صريحه كده، ما فيهاش جدال، خلاص انت دخلت الحرب رغم انك مش طرف، لكن في ناس عايزينك تبقى طرف. ما سالتش نفسك ليه السعوديه اللي ولعت لها طائره ركاب مدنيه في مطار الخرطوم محدش جاب سيرتها في الوقت اللي كل الاخبار بتتكلم فيه عن احتجاز الجنود المصريين؟ ما سالتش نفسك ليه مفيش ترند واحد طلع عن جاليه اجنبيه في السودان في حين ان كل الترندات عن الجيش المصري؟ لان في حد عايزك تبقى طرف في خناقه مش بتاعتك، في حد عايزك تغرز برجلك في الطين.
السودانيين. في حد عايز يحول الخناقه من مجرد محاوله انقلاب جوه السودان لخناقه بين الجيش المصري ودوله السودان ككل. طيب هو ليه حميدتي او قوات الدعم السريع اتاخرت في تسليم الجنود المصريين للجيش المصري؟ اقول لك الاجابه واضحه وبسيطه. هي إجابة رخمة لكن واضحة وبسيطة، وهو إنهم بيتعرضوا لضربات عسكرية مكثفة سواء من الجيش السوداني أو الطيران المجهول اللي ضرب منشآتهم واللي من بينها مركز قيادة قوات الدعم السريع نفسه، وبالتالي فمسألة تعرضهم للهزيمة والقضاء عليهم تماما مسألة وقت مش أكتر، وبالتالي برضو احتفاظهم بالجنود المصريين ورقة مهمة جدا تساعدهم في التفاوض على الخروج أحياء من الحرب. الحرب في السودان دلوقتي ما بقتش قوات الدعم السريع هتنتصر ولا هتنهزم، الحرب دلوقتي بقت هيخرجوا من الحرب أحياء ولا أموات. والدليل على الكلام ده تقدر تاخده من على لسان حميدتي نفسه، لان بعد ما كان بيتصرف بشكل يدل على قوته وسيطرته، وده كان واضح في تسريبه لفيديوهات احتجاز الجنود المصريين، اللهجه اتغيرت فورا بمجرد ما مقر قيادته اتضرب بالطيران المجهول. لهجته اتغيرت فورا بمجرد ما تم استهداف جنود الدعم السريع اللي ظهروا في فيديوهات احتجاز الجنود المصريين، ودي كانت صدفه غريبه الحقيقه، ان اللي احتجزوا الجنود المصريين هم نفسهم اللي ينضربوا بعد نشر الفيديوهات بساعات، الافراد نفسهم اتضربوا بعد نشر الفيديوهات بساعات. ده غير ان كانت غريبه برضو ان مقر قياده حميدتي ينضرب بالطيران بمجرد نشر فيديوهات احتجاز الجنود المصريين. لذلك هو بنفسه خرج في اكتر من قناه منهم سكاي نيوز عربيه والجزيره مباشر، واعتذر بشكل رسمي عن اي اساءه تعرض لها الجنود المصريين، وقال بالنص انا اسف والجنود المصريين ولادي وبيتعاملوا احسن معامله وبياكلوا ويشربوا مع اخواتهم من قوات الدعم السريع، ده غير انهم موجودين في مكان امن لحين رجوعهم لمصر. طيب هنا بقى نختم بالسؤال المهم، مصر هتحلها ازاي؟ هتحل اللي بيحصل ده ازاي؟ اقول لك ان مصر ورغم ان ملهاش في اللي بيحصل اصلا، يعني السعوديه مثلا رغم ان اتحرق لها طياره مدنيه في مطار الخرطوم الا انها قالت لك والله احنا هنأجل الرحلات الجويه لحد ما الدنيا تهدى، ولما تخلصوا ضرب في بعض ابقوا بلغونا، وبكل بساطه ريحت دماغها من كل الصداع ده، الا ان مصر ما ينفعش تعمل كده. ليه؟ لان السودان وليبيا وفلسطين والبحر المتوسط أدارنا اللي ما ينفعش نهرب منه، زي ما اليمن أدار السعودية لأن بتربطهم حدود واحدة، فالسودان هي كمان أدار مصر لأن بتربطهم حدود واحدة، يعني أمنك القومي بيبدأ من هناك، لازم السودان تستقر علشان أنت كمان تستقر. أيوة برضو مصر هتحلها إزاي؟ أقول لك الحل الوحيد إن حميدتي يخرج من المشهد، وخروجه من المشهد مش هيتم إلا بثلاث طرق، الأولى إنه يموت، والتانية إنه يغير سياسته العدائية تجاه مصر، أما التالتة والأهم هي إن مصر تستجيب للدول اللي بتحرق في السودان. في دول حوالينا عايزين حاجات كتير جدا من مصر، في دول عايزة أراضي، وفي دول عايزة تستحوذ على شركات، وفي دول عايزة تجبرك تفضل دايما محتاج ومديد إيدك، وفي دول عايزاك طول الوقت ماشي على العجين ما تلخبطوش، وكل ما بتمر بأزمة سواء إرهاب في سيناء أو ميليشيات تركية في ليبيا أو حتى دلوقتي بالحرب الموجودة في السودان، الدول دي بتتخيل إنك خلاص هتقع وتنفذ كل اللي بيطلب منك، لكن في كل مرة بيفوقوا على حقيقة بتقول إن مصر عظمتها أنشف من إنها تتكسر، لا اتكسرت في سيناء ولا اتكسرت في ليبيا ولا حد قدر يسرق غازها من البحر المتوسط، وبإذن الله محدش هيعرف يكسرها في السودان، لكن برضو لازم تفهم ان الدنيا مش وردي، قوتك مش معناها ان اللي جاي سهل، اللي جاي صعب، لان ببساطه ما حدش واقف جنبك، اللي كان واقف جنبك زمان ما بقاش واقف جنبك النهارده، مش هنقول واقف ضدك دلوقتي، خلينا ناجل الوصف ده كمان شويه ونقول انه ما بقاش واقف جنبك، لكن رسالتي هنا لحضرتك ايها المواطن المصري الجميل اللي ملوش غير ربنا، لو حضرتك عايز تلخص وضع مصر في صوره فهتلاقيها في الصوره دي، هو ده وضع مصر بالظبط. بلد مش عايزة حاجة غير انها تشم نفسها، مجرد بس انها تشم نفسها، لكن للأسف محدش من اللي حواليها عايزها تقف على رجليها، طول الوقت عايزينك بتلف حوالين نفسك، بكرة غازك بيتسرق في البحر المتوسط، بعده ميليشيات مسلحة على حدودك في ليبيا، بعده ميتك بتتسرق في اثيوبيا، بعده حرب على حدودك في السودان، بعده قواعد عسكرية أجنبية على حدودك في البحر الأحمر، بعده مش عارف مين بيعمل ايه، في حد عايزك طول الوقت كده، مش قادر تاخد نفسك، وهنا السؤال لحضرتك، يا ترى مين اللي عايزنا نفضل كده؟ To win, first you have to know whose side you're on. The world is run on secrets.